أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We repeat the dua of the Sahabi that was being threatened by this thief taking his money and wants to kill him, and Allah saved him. The dua was, he made sajda and he said, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dal Arsh Al Majid, يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة.